تكريساً لمبدأ الأمن الغذائي والنهوض بالقطاع الفلاحي، قام الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بتدشين البنك الوطني للبذور الذي يعتبر مكان لحماية وحفظ بذور وسلالات النباتات المزروعة والبرية خارج البيئة الطبيعية. إنجاز البنك الوطني الجزائري للبذور، والذي تعد لبنة أخرى تأتي لتعزيز سيادتنا الوطنية من خلال تكريس مبدأ الأمن الغذائي للبلاد، الذي نعتبر جزءا لا يتجزأ من أمننا الوطني. فهذه أول لبنة، لأن الهدف الأسمى هو بنك الجينات، ويجب أن نذهب إلى تحقيق هذا الالتزام، بنك الجينات الوطني، والذي سوف يكرس الاستقلالية التامة للجزائر في هذا المجال بالنسبة للموروث الجيني الوطني إن كان نباتيا أو حيوانيا. الوزير الأول قام بجولة حول أجنحة المعرض المقام خصيصا لهذه المناسبة، أين استمع لشروحات المقدمة من طرف مدراء مختلف المعاهد الفلاحية، إلى جانب تفقده للمخابر السبعة التابعة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. عندنا محطات متواجدة، وين؟ 9 محطات جهوية، عندنا 3 في الشرق متواجدة، واحدة في قسنطينة، واحدة في قلم، واحدة في سطيف، في الوسط عندنا في وسمار، عندنا في خميس مهينة، وعندنا في بني سليمان، وفي الغرب عندنا 3 محطات ثانية في بالعباس، عندنا في سعيدة، وعندنا في تيارتي. أنا نسمع مستوى إنتاج وطني تاع 20 قنطار في القطار، 12 قنطار في القطار، يعني هذا خير مقبول. وأنا بالنسبة لي يعني هذا ست كما قلوا سيت النافخون شاشر، يعني هذا كما قلوا والله تعتبر سيد الوزير شغل بحال إهانة بالنسبة للمقدورات الوطنية من كوادر بشرية، من باحثين، من فلاحين، يعني مستحيل أن الجزائر تحقق مربوط تاع 12 قنطار في الهكتار ولا تاع 20 قنطار في الهكتار، دونك ما لحقناش المعدل تاع 50 قنطار في الهكتار. ما درنا والو. البنك الوطني للبذور الذي أنجز بسواعد جزائرية يعكس استراتيجية الدولة في الاهتمام بالقدرات والكفاءة المحلية والبحوث العلمية، وذلك من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وتحقيق تنمية مستدامة للاقتصاد الوطني.